هل التمرين الخامس، أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ إن وجد. في التفاعل الكيميائي النموذج للتحليل الكهربائي للماء، غاز ثنائي الأكسجين وثنائي الهيدروجين هما المتفاعلات. في الكتاب مدرسي تجدها مكتوبة متفاعلات، هنا شعار فقط، والماء هو المتفاعل. الإجابة بصحيح أو بخطأ أو تصحيح خطأ. في التفاعل الكيميائي النموذج للتحليل الكهربائي للماء، ألف غاز ثنائي الأكسجين وثنائي الهيدروجين هما متفاعلان. خطأ. التصحيح ألف غاز ثنائي الأكسجين وثنائي الهيدروجين هما الناتجان، أي النواتج. ب الماء هو المتفاعل. صحيح. تعقيب غير مطلوب. نواتج غاز ثنائي الهيدروجين زائد غاز أكسجين H2O2. تفاعل كيميائي تحليل كهربائي، متفاعلات الماء زائد H2O. تحليل الكهربائي للماء عيانيا بالأنواع الكيميائية، مجهريا بالأفراد الكيميائية. طريقة أخرى للقراءة، تحليل كهربائي عيانيا ومجهريا عيانيا بالأنواع الكيميائية، مجهريا بالأفراد الكيميائية. المتفاعل الماء أي H2O، تفاعل كيميائي أي تحليل الكهربائي، نواتج غاز ثنائي الهيدروجين، غاز ثنائي الهيدروجين زائد غاز ثنائي الأكسجين H2O2. انتهى حل التمرين 5 صفحة 16.